القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. بعد أن تخرج من المدرسة الحسنية للمهندسين، كان ذلك في العام 74-900 و1000، التحق عمر الرزوقي في إطار الخدمة المدنية بوزارة السكنى والتعمير. تم إلحاقه بمندوبية الوزارة في الرباط وسلا، وكانت المهمة الموكولة إليه مراقبة ومتابعة الأوراش التي كانت الوزارة قد فتحتها في حي السلام. لاحظ الشاب عمر أن المقاولين المكلفين بإنجاز تلك الأوراش يشكون خصاصا في الإسمنت والآجور، وهو ما أملى ضرورة جلب الإسمنت من الخارج والآجور من مختلف معامل البلاد. ما عاينه عمر الزروقي كان دافعه إلى التفكير في بناء معمل للآجور في ولجة سلا، حيث كان يملك قطعة أرضية ورثها عن والده. وبعد دراسة للمشروع من مختلف جوانبه، استقر رأي عمر على أن يبيع قطعة أرضية أخرى، وهذه تقع خارج باب سبتة بسلا، لتمويل المشروع وتجهيز المصنع. في العام 76-900 و1000، قبل أن ينهي الخدمة المدنية، تزوج عمر من إحدى بنات عمه سميرة، التي تربطه بها قصة حب منذ الصبا. لما غادر عمر وزارة السكنى والتعمير، كان المصنع جاهزا للتشغيل. بنى في الموقع سكنا خاصا له وآخر لمساعده في تدبير شؤون المعمل. رزق عمر وزوجته سميرة مولودهما الأول، اختار له من الأسماء علي، وكان سعيدين. كان عمر يرغب في إنجاب أطفال آخرين، ولكن ظروفا صحية ألمت بزوجته حالت دون ذلك. في المحيط الأسري كانت نسوة تتحدثن عن إصابة سميرة بما تسمينه العقم الحر. في اللغة المرموزة لتلك النسوة فإن ذلك يعني عدم القدرة على الإنجاب أكثر من مرة واحدة. بعد علاج استغرق 6 أعوام حملت سميرة، كانت تتباهى بحملها، أليس ذلك انتصارا لها على من زعمنا إصابتها بذاك العقم الحر؟ رزقت سميرة وزوجها مولودة سمياها هبة. بعد 4 أعوام رزق مولودة ثانية سمياها هناء. في العام 12 لزواجهما بدأت تحس سميرة بتدهور في حالتها الصحية، وذات يوم فاجأها ألم رهيب في الرحم. لاحقا أكدت الفحوص والتحاليل أن المرأة مصابة بسرطان الرحم. كان المرض في بدايته، ولذلك رأينا الأطباء يبدون تفاؤلا من إمكانية تطويقه والحد من الآلام التي يسببها. بعد حين خلص الأطباء إلى الاستنتاج المأساوي، لقد تمكن المرض من سميرة. أسروا إلى عمر بأن المرض قاتل سميرة لا محالة، ومع التسليم بأن الأعمار بيد الله رجحوا ألا تصمد المرأة أكثر من 2 عامين. في تلك السنة رافق عمر زوجته حبيبته إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وفي الشهور التي تلت قام بعدة رحلات داخل المغرب وخارجه. كان عمر الزروقي يسعى من وراء ذلك إلى التخفيف من آلام زوجته. أصيبت سميرة بالهزال، وصارت نوبات الألم الرهيب تلازمها، تتكرر بفوارق زمنية من فك التضيق، ثم ما لبث المرض أن ألزمها الفراش، لم تعد تقوى على النهوض. في تلك المرحلة استعانت بامرأة من عائلتها، أرملة لها بنت في 18 اسمها صفية. تفانت أم صفية في العناية بسميرة وبأبنائها، أقامت معها في البيت، ولذلك تم تسجيل صفية في ثانوية قريبة من سكنى عائلة الحاج عمر الزروقي، كانت تعد لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا. كان الابن الأكبر يبلغ من العمر 16 عاما، وكانت أخته هبة في ربيعها العاشر، بينما كانت هناء في 6.
وذات فجر انطفأت شمعة سميرة ووافاها الأجل المحتوم. بعد انقضاء فترة تقبل العزاء دون مقدمات، رحلت أم صفية وابنتها، عادتا إلى منزلهما القديم. لما عاد الحاج عمر من عمله فاجأه غيابهما، سأل عنهما فقيل له إنهما عادتا إلى منزلهما. طلب من أم صفية البقاء، ولكنها بلباقة ردت الطلب. اقترب موعد امتحانات البكالوريا، كانت صفية تستعد بجد، تسهر الليالي وتمضي أيامها في مراجعة الدروس، ومع ذلك رسبت، لم يحالفها الحظ، وكان ذلك سببا في انقطاعها عن الدراسة. حزنت، وطبيعي أن تحزن، ومع ذلك فإنها كانت تصر على ألا تستسلم، فما لم تدركه في المدرسة ربما أدركته في ميدان العمل. خلال العطلة الصيفية بعثت بعدة طلبات عمل إلى عدة مؤسسات، إن في القطاع العام أو الخاص، ولكنها لم تتلق ردا. آنذاك فكرت أمها في أن تفاتح الحاج عمر في شأن تشغيل ابنتها، ولحسن حظها صادف ذلك حاجة الحاج إلى مساعد لرئيس قسم الحسابات. بعد أيام استقبلها في مكتبه، أبلغها بأنه سيخصص لها راتبا محترما، ولكنه حذرها من كل خلط بين العلاقة الأسرية والعائلية وعلاقات العمل. أوكلت إلى صفية مهمة مراقبة إنتاج مصنع الآجور ومقارنة ما ينتج بما يتم تسويقه. لم تلبث أن استنتجت أن نسبة نحو 10% من الإنتاج تغادر المصنع دون أن ترصدها دفاتر الحسابات. لم تكن بحاجة إلى خوارق لتعلم أن ذلك لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ حول سلسلة الإنتاج وفساد ذمم بعض العمال. بعد مرور عام على التحاقها بمعمل الآجور في ولجة سلا، حضرت صفية للمرة الأولى الاجتماع السنوي لإدارة المصنع. كانت فرصة متاحة لها لتقدم اقتراحات تصب في اتجاه تحسين مردودية المصنع. طبيعي ألا يروق مقترحها رئيسها المباشر، رئيس قسم الحسابات. اقترحت صفية على الحاج عمر الزروقي رب المصنع خطة ترمي إلى خفض نسبة متسرب من الإنتاج بالنصف أو أكثر. تظاهر الحاج عمر بأنه لم يعر كبير اهتمام إلى ذاك المقترح، وطلب الانتقال إلى النقطة التالية في جدول الأعمال. ولكن المفاجأة أنه أعلن في ختام الاجتماع قراره بأن تتحمل صفية مسؤولية رئاسة قسم الحسابات، وحتى لا يفهم رئيس القسم أن القرار إجراء عقابي له، فقد أبلغه بقراره تعيينه مديرا لشركة كان قد أنشأها قبل فترة قصيرة. وهكذا تبوأت صفية كرسي الإشراف على التدبير المالي وحسابات مصنع آجور الحاج الزروقي في الولجة. كانت الشابة صفية بدورها تخبئ مفاجأة، فقد اهتدت إلى طريقة تعرقل كل محاولة للسطو على جزء مما ينتجه المصنع من الآجور. لقد صار المعمل يغلف الآجور في كتل متساوية، ولذلك لم يعد سهلا الاستيلاء على أي جزء من الإنتاج. أنفقت صفية في سبيل ذلك ما يمثل 2% من قيمة المنتوج، ولأن السرقات تراجعت بل كادت تختفي فإن الأرباح نمت 7%. أعجب الحاج عمر بالكيفية التي تدير بها صفية الحسابات، وصارت الأرباح في نمو خلال الأعوام التي توالت. ولكن جديدا سيطرأ على هذا التناغم الذي يطبع عمل طاقم إدارة مصنع الآجور. فعلي الشاب ذو 23 عاما ابن الحاج عمر صار الآن مديرا عاما مساعدا في المعمل، وكانت له طريقة تختلف تماما عن طريقة والده في التعامل مع العمال. كان شابا مندفعا لا يقبل رأيا يخالف رأيه، بل إن والده نفسه لم يعد يقوى على كبح جماحه. لم تنج صفية من مزاجيات الشاب علي،
فبعد أن لم يجد ما يبرر به تدخلا في كيفية إدارتها حسابات المصنع، عمد إلى أسلوب آخر للتضييق عليها، فركب حصان التحرش. في البدء حسبت أن الشاب ربما كانت تحركه نية حسنة، ولكنها ما لبثت أن اكتشفت أن الرجل تحكمه نزواته. كانت محاولته الأخيرة أن سعى إلى إجبارها على مرافقته لقضاء عطلة أحد الأعياد. اعتذرت بأدب، ولما تمادى ردت عليه بما يستحق، هددها بالطرد، لم تكترث وغادرت المكتب. بشكل موازن لمحاولاته تلك، سعى لدى والده بوشاية كاذبة، اتهم صفية باختلاس أموال من حسابات المصنع. ومع أن الحاج عمر يعلم مدى نظافة يد صفية، فإنه عمل بمقولة سوء الظن من الحزم، وأمر بإجراء افتحاص وتدقيق للحسابات. جاءت النتائج مدوية، الوضع المالي للمصنع سليم، والأرباح في زيادة منذ تولت صفية الإدارة المالية. ولكن متاعب صفية لن تنتهي عند هذا الحد. الحلقة الأخيرة. تمكنت صفية من تحقيق أرباح هامة منذ أن تولت إدارة مالية مصنع الآجور للحاج عمر الزروقي، كما أنها برعت في تدبير حسابات المصنع الكائن في ولجة سلا. رأينا أمس أن علي ابن الحاج عمر الزروقي الذي يتولى منصب المدير العام المساعد قد سعى إلى التحرش بصفية، ولما خاب مسعاه، ولما ردته خائبا وبالصرامة التي تطلبها الموقف، عمد إلى وشاية كاذبة، حيث حاول أن يوهم والده بأن صفية مديرة الحسابات في معمل الآجور متورطة في اختلاسات مالية. ومع أن الحاج عمر واثق من نظافة يد صفية، فإنه طالب بإجراء تدقيق للحسابات. جاءت النتيجة مؤكدة ما كان يعتقده وما ثبت عن صفية. أكدت التقارير أن الأرباح في زيادة. قدم الحاج عمر نسخا من تلك التقارير إلى ولده، كانت تلك طريقته للرد على افتراءاته ومزاعمه. في الآن ذاته طلب منه أن يكف عن التدخل فيما يخص معمل الآجور في الولجة، وأن يتفرغ لتدبير مقلع الرخام في مراكش وشركة تصديره. منذ إذن لم يعد من مخاطب لصفية سوى الحاج عمر. توضيح الأمور ذاك جعلها تبذل جهدا أكبر في الحفاظ على مردودية المصنع وتنمية أرباحه. وما أن تخلصت من تحرش علي ابن الحاج بها، وما أن أفلتت من شباك وشاياته، حتى وجدت نفسها في مواجهة مرحلة جديدة من حياتها. ذات مرة زار مصنع الآجور مفتش تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. استغرقت مهمته في المصنع نحو أسبوع، كان يدقق في مدى احترام إدارة المصنع لقانون الشغل. المفتش الشاب ويدعى عبد الرحيم الطاغي تمكن، لسنا ندري كيف، من أن يستحوذ على قلب صفية وأن يشغفها حبا. رأت فيه فارس أحلامها، كان حلو الكلام، وصادف فيها آثار انعزالها واستغراقها في العمل. كانت تغفل الكثير مما يجري في الخارج. لما انتهت ماموريته وبعد أن هنأها على العمل المتقن الذي تقوم به، طلب منها أن يلتقي خارج المعمل، قال إنه يريد أن يتحدث معها في شأن شخصي. وافقت صفية، ولما التقته فاجأها بأنه يريد أن يطلب يدها. كانت في نظرها فرصة للانفلات من كل ملاحقة جديدة من علي ابن الحاج عمر. طلبت مهلة للتفكير، وأثناء تلك المهلة استشارت الحاج عمر الذي قال إنه لم يلاحظ في عبد الرحيم الطاغي ما يمكن أن يكون سببا لرفض طلبه الزواج من صفية. في الآن نفسه طلب الحاج من الشابة أن تطرح ضمن شروطها ألا يمنعها من الاحتفاظ بعملها. كان ضمن ما اتفق عليه الخطيبان أن تحول صفية قدرا من أجرها الشهري إلى حساب في اسم الطاغي لتوفير قدر من المال يمكنهما من شراء منزل.
تم الزواج، ومنذ الأشهر الأولى اكتشفت صفية أن زوجها الطاغي كان يدمن الخمر، وكثيرا ما كان يتأخر في العودة إلى البيت. حرصت على ألا تحمل منها، لاحقا اكتشفت أنه مقامر. بوسائلها الخاصة سعت إلى معرفة مآل الأموال التي كانت تحولها إلى حساب زوجها. كانت صدمتها قوية يوم اكتشفت أن ذاك الحساب البنكي ليس به شيء، بل إن عبد الرحيم الطاغي تثقله ديون كثيرة. واجهته بتلك الحقائق، رد بسبها ثم بضربها، ضربها بعنف، أخذ كرسيا وهوى به عليها، لم يمسك إلا بعد أن تكسر الكرسي. لم يجد استعطافها ولا صراخها، لم ينجو من الضرب سوى وجهها ورأسها. أصيبت بكسر في ذراعها الأيمن، كانت تتقي به ضربات زوجها الذي كان يصرخ ويضرب بوحشية لم تعهدها من قبل. لما انصرف وكانت تحسبه قاتلها، أسرعت إلى هاتفها، اتصلت بهبة ابنة الحاج عمر. كانت تقيم معها علاقة صداقة توطدت خلال تلك الفترة التي قضتها مع أمها في بيت الحاج. تذكر هبة أفضال أم صفية على والدتها لما كانت طريحة الفراش. أبلغت هبة والدها بالذي تعرضت له صفية، ثم توجهت عندها. أذن الحاج عمر بنقلها إلى مصحة خاصة، وتعهد بأن يتولى نفقات العلاج. وبعد أن تم إسعافها وجبر كسر ساعدها، دعتها هبة للبقاء معها في البيت خشية أن يعاود زوجها الاعتداء عليها. كان الحاج عمر في مراكش يتفقد شركة الرخام، ولما عاد نصح صفية بأن تتقدم بشكاية لدى مفوضية الشرطة، وهو ما قامت به. وقد أرفقت الشكاية بشهادة طبية تثبت ما تعرضت له. طلب منها أن تحضر شاهدا يثبت صحة ما تدعيه. لما تم استدعاء عبد الرحيم الطاغي، نفى ما جاء في شكاية زوجته صفية جملة وتفصيلا، وادعى أنها إنما افتعلت تلك الوقائع بعدما استولت على كل الأموال التي ادخرها لشراء منزل. لم تجد صفية ما تواجه به الطاغي، فتم تقديمهما إلى النيابة العامة التي أخلت سبيل الطاغي على أن يمثل أمام المحكمة في جلسة تم تحديد موعدها. في الجانب الخاص بالعلاقة الزوجية، طلب وكيل الملك من صفية أن تعرض أمرها على قاضي الأسرة لدى المحكمة التي تتبع لها إقامتها. 3 أيام بعد الوقائع توصلت صفية باستدعاء من قاضي الأسرة. كان زوجها يطالب بعودتها إلى بيت الزوجية. كانت صدمة جديدة. نصحها الحاج عمر بأن لا تستجيب وأن توكل محاميا للدفاع عنها. تقدم المحامي بطلب التطليق للضرر. في المقابل كان الزوج عبد الرحيم الطاغي يحاول أن يتقن دور الزوج الذي حسب زعمه تسعى زوجته للتخلص منها بعدما استحوذت على ما كان يدخره من مال. لم يكن أمام المحامي من خيار سوى أن يقترح على صفية الطلاق الخلعي. سال لعاب الطاغي للعرض واشتد طمعه، وطالب 100,000 درهم لقاء الموافقة. ولما كان المحامي قد أجرى بحثا دقيقا حول الرجل وعلم ولعه بالقمار وإدمانه الخمر، فقد تحين فرصة سحب لليناصيب، وعرض عليه دفعا فوريا لمبلغ 10,000 درهم. ولما كان كل همه أن يغامر ويلاحق الجائزة الموعودة، فقد وافق بلا تردد. تم التعجيل بالإجراءات وتم توثيق الطلاق الخلعي. تخلصت صفية من ذاك الزوج المشؤوم وعادت إلى عملها. عرض عليها الحاج عمر الإقامة في السكن الذي كان يشغله ابنه علي الذي استقر الآن في مراكش. بعد أشهر تبين للحاج أن ولده دفع بشركة الرخام إلى حافة الإفلاس. بعد أن سقط ضحية شبكة نصب إسبانية وأغرق الشركة التي أنشأها له والده بالديون، لحسن الحظ أنه كان قد اقتنى قطعة أرضية تم بيعها لتسديد الديون وإنقاذ الشركة من الإفلاس والانهيار. في معمل الآجور بالولجة صارت صفية صاحبة القرارات الفاصلة،
وصاحبة الاستراتيجية التي تحكم عمل المعمل. ذات يوم تجرأت هبة البنت الكبرى للحاج وفاتحته في موضوع لم يخل يوما أن أحدا من أبنائه سيفاتحه بشأنه. عرضت عليه أن يضع حدا لحياة الأرمل التي يعيشها منذ أن توفيت والدتها. رد بأنه لم يفكر في الزواج خشية أن يأتي بمن تفرق بينه وأبنائه. ردت هبة بأن لديها من تستطيع إسعاده، يكفي أن يوافق. حدثته عن صفية. بدا وكأنه خرج من غفلة طويلة، كيف لم يلحظ وجود تلك المرأة الشابة المخلصة له ولأسرته. عرضت هبة موضوع زواج والدها على صفية، سألتها عن رأيها في امرأة يطلبها الحاج للزواج وتتمنع. قالت صفية ولم تكن تعلم أنها المعنية، قالت إن من تتمنع عن الحاج عمر بل هؤلاء محالة. ردت هبة متسائلة، هل ترضين أن تكوني تلك البلهاء؟ وقتها فقط أدركت صفية أنها المعنية. بعد تمهيد تم زواج الحاج عمر الزروقي من صفية مديرة الحسابات في معمله لصناعة الآجور. في تلك الأثناء كان علي منهمكا في أشغاله وملذاته أيضا، لم يعلم بالأمر. مرت سنتان، قام الحاج بتفقد أحوال ابنه في مراكش، أدرك أنه مرة أخرى يسير باتجاه الإفلاس. ترسخ لدى الحاج أن علي إذا ما تمكن سيستولي على كل ممتلكات الحاج وسيحرم شقيقتيه وصفية من نصيبهن، ولذلك قام بتوقيع قسمة في صيغة هبات منح بمقتضاها 40% من أسهم شركة الآجور لابنه علي و20% لابنته هبة، ومثلها لهناء ومثلها لزوجته صفية. تم تسجيل تلك الوثائق. في تلك الأيام ألمت بالحاج عمر وعكة صحية. بعد استشارة الأطباء أشاروا عليه بالتوجه إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية على الدماغ. في باريس إلى حيث رافقه ابنه علي، وبينما كان بصدد إجراء التحاليل المخبرية الضرورية أصيب بنزول في الضغط، لم يتمكن الأطباء من إدراكه. فجأة مات الحاج عمر. عاد علي بعد أن قام بترتيب إجراءات نقل الجثمان إلى سلا. لما وصل قصد مباشرة إلى مكتب والده، استولى على كل الوثائق التي كانت في خزانته الخاصة. لما حضرت صفية إلى المكتب أبلغها بأن الحاج قد مات. لم يكن يعلم أنها زوجته، ولم يكلف نفسه عناء إبلاغ شقيقتيه، اكتفى بإصدار أمر إلى بعض الموظفين ليكونوا في استقبال الجثمان وأن ينقلوه إلى ضريح سيدي عبد الله بن حسون حيث سيوارى الثرى. لاحظت صفية أن عليا استولى على محتويات الخزانة، لم يكن يعلم أنها كانت تتوفر على نسخ من تلك الوثائق. أبلغت صفية هبة وهناء بوفاة والدهما، وفي الموعد المحدد لوصول الجثمان كانت في مطار سلا في الانتظار. تم نقل الجثة إلى ضريح سيدي عبد الله بن حسون. بعد إذن لحقت به صفية، وبعد الصلاة عليه حمل على متن سيارة خاصة كانت تستقلها وانطلقت معلنة أن الجثمان سيدفن بمقبرة سيدي بن العباس. عند صلاة العصر حضر علي ومعه عدد من أصدقائه إلى الضريح، ولكنه فوجئ باختفاء التابوت. ولما استفسر قيل له إنه نقل إلى مقبرة سيدي بن العباس، غير أنه لما توجه إلى هناك تيقن أن لا أحد دفن في المقبرة. أبلغ علي الشرطة باختفاء التابوت الذي يحمل جثة والده الحاج عمر. انتقل ضابط الشرطة إلى منزل الحاج ولم يكن هناك سوى الحارس. سأله الضابط بنبرة لم تخلو من حدة، وعلم منه أن أرملة الهالك في منزل للعائلة بالهرهورة. كان على الضابط أن ينتقل إلى هناك. رافقه علي. فوجئ الضابط بأن علي لم يكن يعرف المنزل، كما استوقفه استغرابه أن يكون والده قد تزوج بعد وفاة أمه. لم يكن الحاج عمر الزروقي رجلا نكرا في الهرهورة. بسهولة حصل الضابط على العنوان من مركز الدرك.
كان بالمنزل حضور كثيرون ينتظرون وصول الجثمان. تقدم علي من أخته هبة وسألها عن المرأة التي تدعي أنها أرملة أبيه، فأشارت إلى صفية كانت ترتدي لباس الحداد الأبيض. تقدم إليها الضابط وسألها عن التابوت، أجابت بأنه يوجد في المكان الذي أوصى به الحاج عمر والذي يمنع على ولده أن يصل إليها. طلب الضابط من الأرملة أن تدلي بما يثبت أنها زوجة للهالك. قدمت عقد الزواج. تبين له الآن أن الأمر يتعلق بخلافات عائلية. أدرك علي أن والده فارق هذه الدنيا وهو غير راض عنه، ويا لهول ما أدرك. طلب من شقيقته الصغرى هناء أن تدله على قبر والده. قالت إن صفية هي الوحيدة المخول لها اتخاذ القرار. إذ ذاك تدخلت صفية، قالت لعلي إن عليه أن يعيد كل الوثائق التي استولى عليها من خزانة الفقيد، وأن يعمل على تسجيل تلك التي تخص الهبات لدى الدوائر المختصة. خر الرجل باكيا. عندئذ فقط أعلنت صفية أن التابوت في انتظار أن يدفن في المقبرة التي وقفها الحاج عمر الزروقي لدفن موتى السكان المجاورين لمعمل الأجور. كثيرة هي القضايا التي تظل راسخة في أذهان من تولوا التحقيق فيها أو تعاطوا معها بشكل أو بآخر، إما لغرابة موضوعها أو لكثرة تعقيداتها وما كانت تنطوي عليه من أسرار. القضية التي نتناولها الآن واحدة من تلك القضايا. لم يكن الحاج مبارك الودنوني نكرة في مكناس في ستينيات القرن الماضي، كان من المقاولين المعروفين في المدينة، ولذلك حظي مقتله باهتمام خاص من الرأي العام المحلي. نحن في 20 يوليوز من العام 71 900 وألف، حرارة الصيف تنزع إلى الارتفاع المفرط. في ذلك اليوم توصلت الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بملف مقتل الحاج مبارك الودنوني. كان رجلا في العام 81 من عمره عندما فارق الحياة بينما كان نزيلا بصحة الراحة، حيث أجريت له عملية جراحية لاستئصال البروستاتا. عثر عليه ليلة 19 إلى 20 يوليوز في سريره وقد مات مختنقا. أسرع العميد علي الهمام المكلف بالفرقة الجنائية الأولى إلى مصحة الراحة، رافقه 4 من مساعديه المعروفين بكفاءتهم. بعد معاينة الغرفة حيث كانت جثة القتيل مسجاة على السرير، التقى العميد الهمام بالطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للحاج مبارك. أكد الطبيب أن العملية كللت بنجاح وأن الحاج مبارك كان سيغادر المصحة بعد 10 أيام على أبعد تقدير، وأن وفاته لم تكن طبيعية، لقد تم خنقه بوسادة كتمت أنفاسه حتى الموت. التقى العميد الهمام بالممرضة التي اكتشفت موت الحاج مبارك الودنوني. قالت إنها تفقدته بعد 8 من مساء 19 يوليوز. كان برفقته ابن أخيه حسن الودنوني الذي أتى به إلى المصحة. أبلغ العميد رؤساءه والنائب المكلف بالمداومة لدى النيابة العامة، ثم باشر الإجراءات الأولى منها نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات. تقرر أن تجرى عملية التشريح في اليوم ذاته في 3 بعد الزوال. في انتظار نتيجة التشريح تم استدعاء حسن الودنوني ابن شقيق الهالك للاستماع إليه، لأنه من أقارب الضحية ولأنه كان آخر من زار الشيخ القتيل. أكد حسن للمحققين أن عمه الهالك تبناه صبيا لما تيقن أن لا علاج لعقمه، جاء به من تارودانت. أكد حسن الودنوني للمحققين أنه لم يزر عمه في المصحة مساء 19 يوليوز، وأنه ظل في المقهى الذي فوته إليه عمه حتى منتصف الليل. أبعد من ذلك قال حسن إن زبناء المقهى شهود على ما يقول. ثم ألم يكن عمه رجلا طاعنا في السن؟ ألم يكن هو وريثه؟
للتأكد من كل ما يدعيه حسن الودنوني، قام العميد علي الهمام بإرسال اثنين من مساعديه إلى المقهى الذي يديره حسن، وأبقى عليه هو معه في المكتب. بعد ساعتين عاد المساعدان وقد توصل إلى ما يؤكد ما قاله حسن. يبقى الآن الاستماع إلى الممرضة التي ادعت أنها حين تفقدت مريضها الحاج مبارك الودنوني مساء 19 من يوليوز وجدت عنده ابن شقيقه حسن الودنوني. لدى العميد علي الهمام الآن ما يطعن في أقوال الممرضة. لديه شهادات متعددة تفيد بأن حسن الودنوني لم يبرح مقهاه حتى منتصف ليل 19 من يوليوز. لم تكن الأسباب الحقيقية لموت الحاج الودنوني قد تجلت بالكامل بعد، ولذلك فإن التعمق في بحث التناقض الجلي بين أقوال الممرضة وما يدعيه حسن ويؤكده الشهود سيترك هذا الجانب على الهامش بشكل مؤقت، ولكن الملف لم يقفل، فقد أوكل العميد الهمام إلى اثنين من مساعديه ممن التحقوا حديثا بالخدمة مهمة المراقبة الخفية للممرضة وتدعى مريم الزكي ولابن شقيق الهالك حسن الودنوني. وكما كان مقررا في الساعة الثالثة من عصر 20 من يوليوز باشر الطبيب الشرعي تشريح جثة الحاج مبارك الودنوني. أثبتت النتائج أن الرجل مات مختنقا، خنقه قاتله بأن وضع شيئا ما على أنفه وفمه. لم يعد هناك من شك الآن، فالعميد علي الهمام وفريقه بصدد التعامل مع جريمة قتل، وكل الأشخاص الذين كانوا يدورون في فلك الشيخ الهالك يجب أن يشملهم التحقيق. أكيد وجود طرف ما له فائدة من وراء قتل الحاج مبارك، ويتعين الآن الوصول إلى ذلك الطرف أو الأطراف. يتركز التحقيق على حسن الودنوني للقرابة التي تربطه بالهالك، وأيضا على الممرضة مريم الزكي لأنها ادعت أنها رأت حسن في غرفة الشيخ وقتا قصيرا قبل أن يكتشف ميتا. أفادت التحريات التي أمر العميد الهمام بإجرائها حول مريم الممرضة بأنها مطلقة منذ 5 أعوام ولها طفل. كشف البحث عن أن زوجها السابق طلقها بعدما اكتشف أنها على علاقة بممرض كان يشتغل معها. مع ذلك تضيف نتائج التحقيق فإنها صارت تتمتع بسمعة طيبة. وكان من الشائعات الأخيرة التي تروج حولها أنها مقبلة على الزواج من شيخ ثري، تقول حسابات الفضوليين إنه لن يلبث أن يغادر هذا العالم ليترك لها وابنها ثروة محترمة تكفيهما الفاقة. عاد المحققون بمعلومات حول حسن الودنوني تقول إنه شاب حسن السلوك أتى به عمه من مسقط رأسه بسوس، وبعد أن أبان عن استقامته وإخلاصه جعله ساعده الأيمن لما كان يتاجر في مواد البناء. ولما تقدم العمر بالعم مبارك تخلى عن التجارة في مواد البناء، ولتأمين دخل لابن شقيقه حسن فقد اشترى له مقهى أسفل عمارة وشقة في العمارة ذاتها، بينما قام هو بشراء عدة شقق اكتراها لتوفر له دخلا هاما. أكد المحققون أن حسن الودنوني لا يغادر مقهاه الذي يعرف إقبالا كبيرا إلا لماما حين يذهب إلى شقته في العمارة نفسها. المعطيات التي توفرت للعميد علي الهمام تبقي على السؤال الكبير مطروحا، من المستفيد من قتل الحاج مبارك الودنوني؟ حسن الودنوني ابن شقيقه كان شابا بارا بعمه الذي تبناه وأغدق عليه من كرمه، ثم إنه كان سيرثه ولا تبدو هناك حاجة إلى التعجيل برحيل العم. فضلا عن ذلك فقد كان العم مبارك قد فوض إليه تدبير ثروته وحسابه البنكي، وبشهادة مدير الوكالة البنكية فإن الشاب كان يحسن التدبير. الممرضة مريم مع افتراض صحة الشائعات التي تحدثت عن قرب زواجها من ثري مسن، ومع افتراض أن الثري المسن هو الحاج مبارك الودنوني،
فإن المنطق يقول إنها لن تجني ربحا من مقتله قبل أن يعقد عليها. فرضيات وأسئلة كثيرة تحيط قضية مقتل الحاج الودنوني التي تتخذ الآن شكل لغز حقيقي يتعين حله وكشف أسراره. المراقبة التي تخضع لها الممرضة لم تأتي بإضافات، بينما سجل الفريق المتناوب على مراقبة حسن الودنوني أنه ذو أطوار متقلبة في تعامله مع زبنائه في المقهى، فهو يتحدث إليهم تارة بلهجة تعلوها لكنة مكناسية لا تخفى حيث الجيم زاين والشين سين، وأحيانا يحدثهم بلهجة لا تخفي لكنة سوسية تعلو كلامه. تقلبات استوقفت المكلفين بمراقبة حسن الودنوني. قد يستنتج البعض أن الشاب يعاني من ازدواجية في الشخصية. أثناء فحص الغرفة التي كان الحاج مبارك يوجد بها حتى مقتله رفعت بصمات عدة، بصمات للممرضة مريم وأخرى بصمات غريبة عن المحيط المعلوم للشيخ الهالك. كان الفريق المكلف بالتحقيق حول هذه القضية قد أخذ بصمات كل الأشخاص الذين ترددوا على الحاج الودنوني في غرفته بمصحة الراحة. البصمة الغريبة لم تكن لأي من هؤلاء. غدا في الحلقة القادمة سنتقدم نحو فك اللصمات هذه القضية التي اهتزت لها مكناس في العام 71-901. الحلقة الثانية والأخيرة في 20 مليوليوز من العام 71-901 أبلغت مصلحة الشرطة القضائية بمكناس بوفاة الحاج مبارك الودنوني، وكان مقاولا معروفا في المدينة. تبين أن وفاته لم تكن طبيعية، إذ أفادت نتيجة التشريح الذي أخضعت له جثته أنه مات اختناقا، كتم قاتله أو قتلته أنفاسه حتى الموت. لم يستطع المقاومة، كان مسنا في مستهل العقد التاسع، وكانت قد أجريت له قبل بضعة أيام عملية جراحية لاستئصال البروستاتا. ركز العميد علي الهمام رئيس الفرقة الجنائية الأولى بمصلحة الشرطة القضائية التحقيق على المحيط المباشر للهالك، على ابن أخيه حسن الودنوني الذي تبناه وجعل منه ساعده الأيمن، وعلى الممرضة مريم الزكي التي قالت إنها تفقدت الحاج مبارك في غرفته بمصحة الراحة في حدود 8 مساء ووجدت عنده ابن أخيه حسن الودنوني. وقتا قصيرا بعد ذلك اكتشف الحاج مبارك الودنوني جثة هامدة على سريره في المستشفى. البصمات التي تم رفعها من داخل الغرفة حيث كان يرقد الحاج مبارك تعود إلى الممرضة مريم، ولكن بصمات أخرى بدت غريبة، فهي لا تعود إلى أي ممن ترددوا على غرفة الحاج الودنوني والذين تم أخذ بصماتهم. كان العميد علي الهمام قد كلف مساعدين له بمراقبة تحركات الممرضة مريم ونشاط حسن الودنوني الذي ينفي أن يكون زار عمه الحاج مبارك ذاك المساء الذي قتل فيه. صرح وهو ما أكده شهود أنه لم يغادر مقهاه قبل منتصف الليل. لم تأتي المراقبة التي أخضعت لها الممرضة بجديد يذكر إلا ما كان فضوليون من حولها يرددونه، قالوا إنها توشك على الزواج من ثري مسن. المكلفون بمراقبة نشاط ابن أخي الهالك حسن الودنوني رفعوا إلى العميد الهمام تقريرا يلفت الانتباه إلى أطوار غريبة لذاك الشاب في تعامله مع زبنائه في المقهى. تارة يحدثهم بلكنة مكناسية لا تخطئها الأذن، وأحيانا أخرى يكون كلامه موسوما بلكنة سوسية بينة. جمع العميد علي الهمام أعضاء فريقه لتدارس المستجدات وتحليل المعلومات التي تم التوصل إليها. لم يكن في التقارير التي صيغت حتى تلك اللحظة ما يستدعي التوقف مطولا، ومع ذلك فقد استوقف المحققين تاريخ ميلاد حسن الودنوني الذي صرح عند استجوابه للمرة الأولى بأنه من مواليد 10 مارس من العام 46-901، ولكنه
حين أخذت بصماته لاحقا صرح بأنه مولود في 11 مارس من العام 46 900 ألف. قد يكون الشاب أخطأ، فالفرق بين التاريخين يوم واحد، قد يكون وقع له النسيان. مع ذلك قرر العميد الهمام إرسال برقية إلى شرطة أجدير لاستجلاء الأمر، وفي انتظار الرد طلب من مساعديه استدعاء الشاب حسن الودنوني للاستماع إليه من جديد، لعل ذلك يفتح ثغرة ما تفضي إلى كشف قاتل أو قتلة للحاج مبارك الودنوني. أمر العميد الهمام بأن لا ترفع المراقبة وأن لا يقحم المفتش المكلف بمراقبة حسن الودنوني في إحضاره إلى المفوضية. مثل الشاب حسن أمام العميد الهمام كان حزينا لمقتل عمه، لم يكن في سلوكه ما يثير الشبهة. كان على مفتش الشرطة الموجود في المقهى الذي يديره حسن الودنوني أن يقدم تقريرا شفويا على رأس كل ساعة. وبينما كان العميد الهمام يستمع للشاب حسن في مكتبه، توصل بتقرير المفتش المكلف بالمراقبة الذي أكد أن حسن الودنوني ما زال في المقهى ولم يغادره. ثارت ثائرة العميد الهمام ووبخ معاونيه ونعتهم بالتهاون في تتبع عمل من هم تحت إمرتهم. فكيف يعقل أن يكون حسن الودنوني في مفوضية الشرطة حيث يتم الاستماع إليها، وفي الآن نفسه يكون في مقهاه يديره بشكل طبيعي؟ في الأمر ما يدعو إلى الغضب، هذا صحيح، ولكن الضابط المشرف على مراقبة حسن الودنوني والذي يتبع المفتش الموجود في المقهى إلى مجموعته تلقى القسط الأوفر من التوبيخ، ولذلك تحرك على وجه السرعة إلى المقهى لمحاسبة المفتش الموجود هناك. لما وقف بباب المقهى كانت المفاجأة قوية بل صادمة، فحسن الودنوني يوجد في المقهى كما أبلغ بذلك المفتش. كتم غضبه، أبلغ العميد علي الهمام بما اكتشفه، وطلب من المفتش أن يبلغه بالمستجدات كل 45 دقيقة. لم يتأخر رد مصالح الشرطة في أجدير. البرقية الواردة من مصلحة الشرطة القضائية أكدت وجود شخصين في سجلات الحالة المدنية، هما حسن الودنوني وهو من مواليد 10 مارس من العام 46 900 ألف، والثاني الحسين الودنوني المزداد في 11 مارس من العام 46 900 ألف. أضافت البرقية أنهما توأمان. فور التوصل بهذه المعلومات أمر العميد الهمام بإلقاء القبض على الشخص الموجود في المقهى والذي يدعي أنه حسن الودنوني وإحضاره إلى المفوضية لاستنطاقه. أحس العميد الهمام أنه الآن على مرمى جواب من قاتل الحاج مبارك الودنوني. وضع الظنينان في مكتبين منفصلين، وكان العميد الهمام يتنقل بين المكتبين، ولقد لاحظ كما نقله تقرير فريق المراقبة أن أحد الشابين يتكلم بلكنة مكناسية بينما تطبع كلام الثاني لكنة سوسية. فاجأهما، أحدث لدى كل منهما وقع الصدمة حين سأل: من تكون؟ هل أنت الحسين أم حسن؟ تم جمع الظنينين في مكتب واحد، لا يمكن التفريق بين من هو حسن ومن هو الحسين، تشابه كامل في الملامح. لم يعد من مفر أمام التوأمين، إنها ساعة الحقيقة. لاحظ العميد الهمام أن أحدهما أطرق برأسه وأعلن أنه يريد الاعتراف. قال إنه حسن الودنوني، وإن الذي بجانبه شقيقه التوأم الحسين الودنوني. لما توفي والدهما كان في 5 من العمر، وأن عمه أحضره معه إلى مكناس حيث تبناه واتخذه ساعدا أيمن له، بينما بقي شقيقه الحسين في قريتهما بسوس مع والدته. بدأ من خلال اعترافات حسن الودنوني أن علاقته بعمه شهدت بعض التأزم بعد أن أدخل المصحة لإجراء الفحوصات تمهيدا لعملية جراحية على البروستاتا، ذلك أن الطبيب المعالج أبلغه أنه سيستطيع استعادة فحولته بعد الشفاء.
كان للخبر وقع قوي على نفسية الحاج مبارك الودنوني، ولذلك جاء سريعا تعلقه بالممرضة مريم الزاكي التي كانت تتولى تغيير ضماداته بعد العملية. لقد وعدها بالزواج، سخرت كل ما أوتيت من أنوثة للإيقاع به، طلبت منه أن يهبها إحدى عماراته حتى تكون مطمئنة إلى أنه جاد في طلب يدها للزواج. وافق الشيخ. قال حسن الودنوني إنه استاء لما يقوم به العم، وإنه أبلغ شقيقه بذلك وهو ما أغضبه. قال إن الحسين شقيقه أبلغه بأنه يتعين إقناع العم بالتراجع عن مشروع الزواج، وإلا فإنه سيضطر إلى التصرف معه بطريقة أخرى. يومين بعد تلك المكالمة حضر الحسين إلى مكناس، جاء يريد أن يثني العم عن مشروع الزواج الذي يعني للشقيقين إقصاء جزئيا أو كليا من أن يرث عمهما الذي يوجد في خريف العمر. كان العم مصرا على الزواج من الممرضة مريم، وكان ابن أخيه الحسين القادم من سوس مصرا على أن لا يتم ذاك الزواج. أقر حسن بأنه كان يعارض خطة شقيقه قتل عمهما، ولكنه فوجئ بمقتل الشيخ. كان يعلم أن الحسين شقيقه هو القاتل، ولكنه لم يقوى على الإبلاغ عنها، بل سايره في خطته بأن يتناوب على الظهور في المقهى وأن يلعب الحسين دور حسن حين يغيب، وكذلك كان. حسب المحققون أن اعترافات حسن الودنوني ستنهي البحث، غير أن الحسين فاجأهم بإنكار ما ورد في اعترافات شقيقه، ولذلك تقرر توسيع البحث حول الشقيقين حسن والحسين وأيضا الممرضة مريم الزكي. تم تفتيش منازل الثلاثة بما فيها منزل الحسين في ترودانت. هناك تم اكتشاف رسائل تلقاها في العام 70 من الممرضة مريم، إذ تعرف عليها خلال زيارة إلى عمه في مصحة الراحة ووعدها بالزواج. في منزل مريم اكتشف المحققون رسائل من الحسين الودنوني، تبين منها أن الحسين تخلى عن مريم التي ادعت أن قبولها بالزواج من الحاج مبارك إنما كانت تريد به الضغط على الحسين لحمله على الوفاء بوعده. أثبتت الوثائق والدلائل التي تم اكتشافها في منازل الأظماء أن الحسين الودنوني بيت قتل عمه، وأن الممرضة التي ارتبطت به من قبل بعلاقة غرامية كانت تعلم. الحقيقة أنها كانت تعلم أن الشيخ الذي يحلم باستعادة فحولة الشباب ولع بها وسقط في شباك غرامها. كانت تعلم أن غيظ الحسين الودنوني بلغ مداه، وأنه قاتل عمه لا محالة. كانت الممرضة تحلم بثروة الشيخ التواق إلى صبا ولا، وكان الشيخ وهو على سرير النقاهة يعيش لحظات غرام كان غرامه الأخير. دأب سكان باب مراكش بالدار البيضاء النساء والأطفال خاصة على التوجه إلى حديقة الجامعة العربية للترويح عن النفس. المكان متنفس حيوي لسكان باب مراكش، ومنهم السيدة إرقية بنت عمر. ذاك 18 من مارس من العام 2005 كان يوما مشمسا ربيعيا بامتياز، وكان سكان الدار البيضاء ومنهم سكان باب مراكش قد ألزموا بيوتهم لغزارة الأمطار التي شهدتها المدينة، ولذلك كانت حديقة الجامعة العربية يومها غاصة بالمتنزهين. الأطفال يركضون في كل الاتجاهات، يصرخون ويضحكون ويمرحون، بينما تشكلت حلقات للنساء في أرجاء الحديقة. كانت السيدة رقية بنت عمر قد صحبت معها طفلها ذي السنوات الخمس، وبينما كانت منهمكة في الحديث مع مجموعة من النساء غاب الطفل عن نظرها. تفطنت إلى الأمر وقامت مسرعة تناديه، لم يكن يجيب. توجهت إلى زاوية من الحديقة ذات أشجار كثيفة، تراءى لها واقفا، أسرعت إليه، كان مفزوعا، وما أن اقتربت حتى اكتشفت هول ما أفزع الصبي. على الأرض بين كومة من الأزبال جثة ممددة على الأرض، جثة رجل
اكتسحت وجهه جيوش من الحشرات، كانت جثة متعفنة. صرخت رقية بأعلى صوتها، فهارع إليها المتنزهون والمارة. أبلغ أحدهم الشرطة. حضر إلى المكان العميد رئيس الدائرة الثانية، استمع إلى أقوال السيدة رقية بنت عمر، هاتف ممثل النيابة العامة وطلب حضور الطبيب الشرعي ومصلحة التشخيص القضائي وسيارة لنقل الأموات. قام بما يمليه القانون في مثل الحالة القائمة في حديقة الجامعة العربية. لاحظ الطبيب الشرعي بعد معاينة أولية للجثة أن الوفاة تعود إلى 7 أو 8 أيام خلت، وأنها ربما نتجت عن إصابة بأداة حادة في جهة القلب. كان ضروريا إخضاع الجثة للتشريح للتأكد من ذلك. التقط خبير التشخيص القضائي صورا للجثة في الوضع الذي اكتشفت عليه. تعذر أخذ البصمات في عين المكان، ولم يتم اكتشاف أي وثيقة تدل على هوية القتيل. بعد تلك الإجراءات رفعت الجثة من مكانها بعد أن أذن بذلك ممثل النيابة العامة. تم تفتيش المكان بعد أن أخلي من الجثة ومن الفضوليين. في الجوار تم العثور على ورقة بيضاء بدت وقد طويت بعناية، كان بها أثر دم. كتبت على تلك الورقة 5 أرقام، 4 منها متجاورة، 9 3 2 5. الرقم 5 وهو الرقم 4 كتب بمعزل عن الأرقام الأخرى. غير بعيد بقعة دم أخذت عينة منها إلى مختبر الشرطة. تقرر أن توكل القضية إلى العميد أحمد السودي من الشرطة القضائية. كان عليه أن يكشف هوية القتيل ويفك لغز الأرقام 5. أكدت عملية التشريح أن الرجل قتل بوخز في جهة القلب سخرت فيه أداة حادة بطول 6 سنتيمترات. بسبب حالة التعفن المتقدمة للجثة كاد يستحيل على فريق التشخيص القضائي رفع بصمات القتيل. بجهد كبير تم رفع بصمة واحدة سليمة. لم تكن الأرقام 5 أرقام هاتف ولا أرقام تسجيل سيارة. ازدادت حيرة المحققين، ولكن بصيص أمل ظهر فجأة. كان بين أعوان الأمن واحد على أبواب الإحالة على التقاعد، كان قد أضاع زهرة شبابه مقامرا. ما أن اطلع على الأرقام 5 حتى رجح أن تكون أرقام يانصيب. اصطحبه العميد إلى مكتب بيع أوراق اليانصيب. الأرقام 5 كانت الفائزة بالجائزة الكبرى في الأسبوع الماضي. كانت قيمة الجائزة 35 مليون سنتيم. فتح أمام العميد أحمد السودي وفرقته مسلك جديد. في 12 مارس، 6 أيام قبل اكتشاف الجثة، توجهت السيدة بهية بنت علي التي تسكن في درب ملة إلى الدائرة الأولى للأمن للإبلاغ عن اختفاء زوجها عبد الحكيم بن رمضان البالغ من العمر 35 عاما منذ 3 أيام. قالت إنها بحثت عنه في مستشفيات المدينة وفي محل بيع السيارات المستعملة في زنقة بوردو حيث يعمل، ولكنها لم تعثر له على أثر. أصدقاؤه أبلغوها أنهم لم يروه منذ 3 أيام. السيدة بهية قالت إنها زارت أيضا مستودع الأموات ولم تجده هناك. تم إرسال مذكرة البحث إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميمها محليا ووطنيا. تضمنت المذكرة أوصاف الرجل وملابسه يوم اختفى. بدت الأوصاف مطابقة إلى حد كبير لأوصاف جثة حديقة الجامعة العربية. أثبتت قراءة البصمة الوحيدة التي أخذت من الجثة أن القتيل هو المدعو قيد حياته عبد الحكيم بن رمضان موضوع مذكرة البحث. أبلغ العميد السودي بالمستجدات، بادر بالتوجه إلى عنوان السيدة بهية بنت علي في درب ملة، طلب منها الحضور إلى مستودع الأموات علها تتعرف على جثة زوجها.
قالت إنها زارت المستودع في 17 من الشهر ولم تعثر على زوجها هناك. ألح عليها الضابط. كانت زيارتها مستودع الأموات يوما واحدا قبل اكتشاف الجثة. لما حضرت تعرفت عليه، ولكنها لم تذرف دمعة واحدة. قالت: كان مقامرا أغرقنا في البؤس. علم العميد السودي أن للقتيل رفاقا كثيرين يجالسهم في مقهى الأصدقاء بزنقة بوردو. مسلك القمار تبين الآن. كلف العميد السودي فريقا بالتقصي حول من استخلص 35 مليون سنتيم من مكتب اليانصيب، وعهد إلى فريق آخر التقصي في مقهى الأصدقاء حول آخر من رافق عبد الحكيم بن رمضان عشية اختفائه. توصل الفريق الأول إلى أن المحظوظ الذي فاز بالخمسة وثلاثين مليون سنتيم هو المدعو رابح بن عبد الله الذي يعمل في محل بيع السيارات بزنقة بوردو. علم الفريق الثاني من نادي لمقهى الأصدقاء أن ثلاثة من مستخدمي محل بيع السيارات من الزبناء المداومين على المقهى، وهم عبد الحكيم بن رمضان ورابح بن عبد الله وعمر بن عثمان. بدأ مسار البحث وقد تحدد الآن، سيتركز على مستخدمي محل بيع السيارات. يجب استجواب رابح بن عبد الله وعمر بن عثمان. الأخير صرح للمحققين بأنه أقلع عن التعاطي للقمار بعدما خسر الشهر الماضي كل دخله، ولكن صديقيه رابح وعبد الحكيم استمر في اللعب. أضاف: سمعتهما يتفقان على شراء ورقة يانصيب كاملة مناصفة بينهما. بعد نصف ساعة التحق بمحل بيع السيارات رابح بن عبد الله، ما أن قدم العميد نفسه إليه حتى امتقع لونه وشحب. استدرك من تلقاء نفسه أنه مضطرب لأنه يعاني من الإرهاق. باغته العميد وسأله عن صديقه عبد الحكيم بن رمضان. رد بأنه لم يره منذ أيام وأنه متغيب عن العمل لأسباب لا يعلمها. لم يسأله العميد عن جائزة اليانصيب، ولكنه استدرجه للحديث عن زميله عبد الحكيم. قال إنه لم يشارك في السحب الأخير لأنه لم يكن يتوفر على مال. تعلل العميد السودي بسؤال عن عبد الحكيم واستأذن في تفتيش درج رابح بن عبد الله. أخذ منه نموذجا لاستمارة بخط يده. كان الغرض مقارنتها بالأرقام الخمسة التي كانت طي الورقة التي عثر عليها قرب جثة عبد الحكيم. وضع رابح بن عبد الله رهن المراقبة، وبعد يومين أكدت الخبرة أن الأرقام المكتوبة على الورقة المحجوزة وتلك التي على استمارة محل بيع السيارات كتبها شخص واحد. رابح بن عبد الله كان من كتب الأرقام الخمسة. لقد توفر للعميد أحمد السودي الدليل المادي الذي كان يفتقده، فبادر بالأمر باعتقال رابح بن عبد الله. لما أحضر تم تفتيش جيوبه، عثر بها على بطاقة تعريفه وعلى وصل بنكي بإيداع مبلغ 35 مليون سنتيم. كانت هناك أشياء أخرى، منها سكين صغير في غمده. أخذ العميد السكين، فتحه وقام بقياس شفرته. كانت بطول 6 سنتيمترات. تم إرسالها إلى المختبر لفحصها. أثناء التحقيق حاول رابح المناورة. ادعى لما سئل عن 35 مليونا أنه تكتم على الأمر حتى على أقرب المقربين إليه، لأنه كان يريد أن يقنع زوجته بأنه تخلى عن التعاطي للقمار وأن يدفع لها مصاريف الأسرة مطلع كل شهر. أنكر أن يكون عبد الحكيم شريكا له في الجائزة. أصر على الإنكار حتى بعد أن قدم العميد نسخة من الورقة الرابحة وكانت بخط يد عبد الحكيم رمضان. الدليل الأقوى ضد رابح بن عبد الله هو غمد السكين الذي أثبتت الخبرة أن به أثرا من دم عبد الحكيم بن رمضان. حاول التماسك أمام أسئلة المحققين التي كانت تنهار عليه، ولكنه لم يصمد طويلا. اعترف، قال إنه وعبد الحكيم كان يشتركان في شراء أوراق اليانصيب، ولم يحالفهما الحظ على مدى سنوات للفوز بجائزة هامة. في المرة الأخيرة
اشترك في ورقة اليناصيب الفائزة. ادعى رابح أن صديقه عبد الحكيم أراد أن يخص نفسه بقيمة الجائزة رافضا اقتسامها بل وحتى تسليمه ثلثها. نشبت بينهما مشادة كلامية احتدت وتحولت إلى اشتباك بالأيدي. كان عبد الحكيم ذا بنية قوية، أسقط رابح أرضا، استل الأخير سكينه ولحق به داخل حديقة الجامعة العربية. هناك طعنه على مستوى القلب. قال إنه فوجئ به يتهاوى على كومة من الأزبال، جرده من أوراقه ومن ورقة اليانصيب الرابحة. غادر الحديقة ثم تذكر سكينه الذي بقي منغرسا في صدر عبد الحكيم. عاد إلى المكان، كانت الجثة هامدة، استل منها سكينة كان به أثر دم. أخرج من جيبه الورقة التي كان قد دون عليها الأرقام الخمسة، مسح السكين وألقى بالورقة. كان على العميد السودي أن يجد وثاقا آخر يطوق به الضنين ويستخلص من أقواله. كان رابح قد اعترف بأنه ألقى بأوراق عبد الحكيم وراء سياج بناية في جوار حديقة الجامعة العربية، وحده كان يعلم المكان. بعد أن تم تضمين أقواله محضرا وقع عليه، اقتيد رابح محاطا بطوق أمني. كان العميد السودي قد اتصل بنائب وكيل الملك، أبلغه بما توصل إليه وأفضى إليه بأنه قاصد إلى حيث تخلص الضنين من أوراق الضحية. بحضور نائب وكيل الملك وقاضي التحقيق لوقائع استرجاع أوراق القتيل، كان العميد أحمد السودي يختم ملف قضية حديقة الجامعة العربية. أنجزت المهمة وللقضاء أن يقول كلمته. في 13 من شتنبر من العام 2000، في 7 صباحا، اكتشفت جثة رجل في شقة مفروشة بإحدى العمارات الكائنة في شارع علال الفاسي بمراكش. في سجلات الشرطة أن الذي أبلغ عن اكتشاف جثة الرجل هو حارس العمارة المدعو إدريس الحساني. انتقل إلى عين المكان عميد الشرطة رئيس الدائرة الذي كان يتولى المداومة يومها. كان معه طاقم من المساعدين في جملتهم المكلف بمسرح الجريمة. كان القتيل واسمه الهاشمي المراق البالغ من العمر 55 عاما، ملقا على الفراش الوحيد في تلك الشقة. أفضت المعاينة إلى أنه تلقى طعنة قاتلة بأداة حادة في الظهر. لاحقا أكد الطبيب الشرعي أن الرجل قتل من جراء تلك الطعنة، كما أثبت أنه قبل أن يقتل مارس علاقة جنسية شاذة على الأرجح. المعاينة التي قام بها عميد الشرطة والفريق الذي كان معه أكدت أن القاتل أو القتلة قاموا بتفتيش الشقة، وأنهم قبل أن يبرحوها استولوا على أشياء تخص الضحية. عثر في الشقة أيضا على بصمات عدا بصمات القتيل، كانت إحداها واضحة تماما، وسرعان ما تبين أنها للمدعو عزيز لمشوط، وهو من مواليد شيشاوة في 5 أكتوبر من العام 87 900 وألف. كما تم اكتشاف بصمات أخرى لم يتم التعرف على هوية صاحبها. المعلومات التي حصل عليها عميد الشرطة رئيس الدائرة من حارس العمارة أفادت بأن الضحية كان قد تعود على استئجار تلك الشقة المفروشة، وأنه كان يأتيها على متن سيارة فاخرة. يومها لم يعثر على أثر لتلك السيارة. أسند البحث في هذه القضية إلى العميد الممتاز رشيد العوام رئيس الفرقة الجنائية الأولى. كان يتعين العثور على عزيز لمشوط، وقد مكنت التحريات الأولية من معرفة أنه من الشواذ، وأنه كان يقتنص زبائنه في جليز. طرق العميد العوام باب منزل القتيل الهاشمي المراق. لم تكن سيارته في المنزل، كما أن زوجته حين سألها العميد بدت وكأنها تتحاشى الخوض في تلك الميول الجنسية الشاذة التي كانت لدى زوجها. تفهم العميد تهربها، كانت المرأة لا تريد مزاوجة ألم الموت بفضيحة أخلاقية.
لم يعثر على أثر لعزيز المشوط في مراكش، وتم تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني مع الإشارة إلى اختفاء سيارة الضحية. كان ما يهم العميد العوام وفريقه أن يتم القبض في أسرع وقت على المشبوه فيه. علم العميد من زوجة الهالك أنه كان عشية اكتشاف جثته يحمل معه مبلغا ماليا مهما، لأنه كان على موعد مع أحدهم لشراء زربية قديمة. علم منها العميد أن زوجها كان رجلا مهووسا بشراء التحف والأشياء ذات القيمة الأثرية. لم تكن تعلم اسم الشخص الذي كان على موعد معه. لما زار الباحثون منزل عائلة عزيز المشوط، أبلغتهم والدته بأنه لم يعد إلى البيت منذ 3 أيام، وإنها تعودت على تغيبه من حين لآخر لبضعة أيام. اعترفت أن لابنها سوابق في قضايا أخلاق. صدر الأمر من المديرية العامة للأمن الوطني بإقامة حواجز أمنية في كل المدن بحثا عن المدعو عزيز المشوط. تم تعميم صورته على كل المصالح، كما تمت الإشارة إلى احتمال أن يكون متنقلا على متن سيارة فاخرة تم ذكر نوعها ورقم لوحاتها المعدنية. بعد 24 ساعة من اكتشاف جثة الهشم المراق، كانت مصالح الدرك الملكي تقيم حاجزا على بعد 10 كيلومترات من مدخل مدينة سطات. وبينما كانت الفرقة القائمة على الحاجز تقوم بمهامها، لاحظ أحد أعضائها أن سيارة توقفت على بعد 50 مترا من الحاجز، ونزل منها شخصان ما لبث أن اختفيا. أبلغ رئيس الفرقة القائمة على الحاجز قيادة الدرك في المنطقة بوجود تلك السيارة التي صارت تثير الشبهة. توجه إليها، وما لبث أن اكتشف أن الأمر يتعلق بسيارة الهشم المراق تلك المبحوث عنها. تم نقل السيارة إلى مركز الدرك في سطات. أبلغت السلطات الأمنية في مراكش بالأمر، وقد انتقل إلى سطات فريق من مسرح الجريمة من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش لفحص تلك السيارة قبل نقلها إلى مراكش. لم يعثر عناصر فريق مسرح الجريمة على ما يشير إلى أن الظنين عزيز المشوط كان على متن تلك السيارة. ولما تم تسليمها إلى الذي سيتولى قيادتها، أبدى رئيس فريق مسرح الجريمة الرغبة في التوقف في المكان الذي اكتشفت فيه السيارة على أمل أن يحظى بدليل يتيح تقدم التحريات. توقفت السيارة حيث تم اكتشافها، وقد لاحظ رئيس فريق مسرح الجريمة وجود أثر يبدو كأثر نبش على جانب الطريق. أمر بالحفر، وكانت المفاجأة، فقد اكتشفت علبة من الورق المقوى وبداخلها قطعتان صفيحيتان صبغتا باللون الأبيض. كان في جملة ما عثر عليه صباغة وفرشاة. بدا أن الصفيحتين المعدنيتين أعدتا لتتخذ لوحتي تسجيل لسيارة. كانت على إحدى اللوحتين بصمة رسمت بوضوح. حمل ما عثر عليه إلى مراكش، وسريعا اتضح أن البصمة لعزيز المشوط المبحوث عنه. كانت البصمة دليلا قاطعا على أن عزيز كان على متن السيارة، سيارة القتيل. مر ما يقرب من 3 أسابيع، لم يظهر أثر لعزيز المشوط. في 10 أكتوبر من العام 2007، قامت السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء بحملة تطهيرية تركزت على شاطئ عين الذياب، واستهدفت المشتبه في تعاطيهم للدعارة من الإناث والذكور على حد سواء. كان في جملة من أمسكت بهم فرقة الأخلاق شابان، كان أحدهما في 20 وبرفقته قاصر في 15. في مقر المفوضية نطقت قاعدة البيانات باسم عزيز المشوط عندما عرضت على الحاسوب بصمات الشاب ذي 20 عاما. الطفل الذي كان برفقته لم يكن معروفا لدى المصالح الأمنية، وقال إنه يسمى حماد المعتز وإن عمره 15 عاما. تبين للشرطة
أن الذي أمسكت به تلك الليلة مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في جريمة قتل. قبل استنطاقه تم الاستماع إلى الطفل حماد الذي ما لبث أن انفجر باكيا، كان يقول إنه لم يقتل الرجل وإن عزيز هو الذي قتله. أبلغت مصالح الأمن في مراكش بالقبض على عزيز المشوط. دون ما انتظار انتقل العميد الممتاز رشيد العوام إلى الدار البيضاء. ابتدأ بالاستماع إلى اليافع، علم منه أن عزيز معروف في أوساط الشواذ بمراكش باسم عزيز الزعرة، وإنه كان برفقته ذات مساء في جليز يتصيدان الزبائن. قال إن عزيز أبلغه أن أحد الأثرياء يبحث عن غلام في مثل عمره، وأنه يريد أن ينصب له فخا لابتزازه. وعده بأنه سيتقاسم معه المال الذي سيحصل عليه من الثري. حكى الفتى للعميد العوام أنه صادف في تلك الليلة الرجل الثري، ركب معه سيارته، وكان عزيز قد أوصاه بأن يترك باب الشقة مواربا. يحكي الفتى وهو لا يفتأ يؤكد براءته من دم الرجل أن عزيز تسلل إلى الشقة فباغتهما، سدد طعنة بسكين كبيرة إلى ظهر الرجل الذي فقد كل قدرة على الحركة. قال حماد إن المنظر كان مرعبا. فتش عزيز الشقة ثم معطف الضحية، كان في جيبه مبلغ مالي محترم، سلمه منه 10,000 درهم. ليلتها يحكي الغلام ظل يجوبان شوارع مراكش بتلك السيارة الفخمة، ثم قرر الرحيل. توقف عند ذلك الحاجز الذي كانت تقيمه مصالح الدرك الملكي على مشارف سطات. كانت وافية المعلومات التي أدلى بها حماد ذو 15 عاما. ولما باشر العميد الممتاز رشيد العوام الاستماع إلى عزيز المشوط أصر على إنكار كل صلة له بمقتل الهاشم المراق. ولما تمت مواجهته ببصماته تلك التي عثر عليها في تلك الشقة المفروشة حيث وقعت جريمة القتل، وتلك التي عثر عليها فوق تلك القطع الصفيحية التي دفنت مكان توقف السيارة غير بعيد عن حاجز الدرك، لم يبق أمامه من منفذ سوى الاعتراف. قال إنه لم يكن يريد قتل الهاشمي، ولكنه كان يريد أن يلقنه درسا. كشف للمحققين أنه كان على علاقة شاذة بالرجل منذ عدة سنوات، وأنه ذات مرة أخذ مفاتيح سيارته وقادها بمفرده في مراكش، ضبطته دورية للشرطة، لم تكن له رخصة للسياقة. قال إن الهاشمي تنكر له وأصر على تقديم بلاغ ضده يتهمه بسرقة السيارة. قال إنه أمضى 2 شهرين في السجن، بينما كان بإمكان الهاشمي أن يتراجع عن شكايته ويتنازل عن متابعته. كانت عملية انتقام. تم تقديم المتهمين إلى النيابة العامة. توبع عزيز المشوط من أجل القتل والسرقة، بينما عرض القاصر حماد على قاضي التحقيق المكلف بالأحداث الذي قرر وضعه في مؤسسة إصلاحية.